بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة طلبتنا الأعزاء. محاضرة اليوم تخص مادة المايكرو بروسيسور أركيتكتشر. طبعا احنا بالمحاضرات السابقة بأنه ذكرنا أو تطرقنا إلمن الانستركشن عن داتا فورمات، وأخذنا بعض الانستركشن وعرفنا كل وحدة معتهم بأنه شلون تستخدم وتتعامل ويا ميموري أو ويا ذاكرة أو قسم من الانستركشن بأنه يتعامل ويا ريجسترات فقط. فاليوم راح نكمل باقي المحاضرات الخاصة بمادة المايكروبروسيسور أركيتكتشر، واللي هو راح نتطرق إما للأرثمتيك جروب. طبعا بالأرثمتيك جروب بأنه أكو عندي the instruction of this group perform arithmetic operation، اللي هو من اسمها arithmetic group، اللي هو كل الرياضات اللي موجودة أو راح نتطرق لها حاليا، اللي هي شنو تتعامل ويعمل ويا ال arithmetic operation، ويا العمليات الحسابية، اللي هو مثل ايش؟ مثل addition, subtraction, increment or decrement of the content of the register or memory، اللي هو شنو هنا؟ اللي المثال عليها قلنا بأن الاديشن يعني الجمع، الطرح، الزيادة أو النقصان، اللي هو المن أو عفوا الانكريمنت والديكريمنت اللي عليه من على محتويات الريجسترات أو الميموري. فأول إعاز الخاص بمن بالأرثمتيك اللي هو شنو؟ الأد ريجستر. الأد ريجستر اللي هو شنو هنا؟ إذا تريد تجمع ريجستر مع ريجستر آخر، اللي هو وظيفته الرئيسية اللي هو add register to accumulator. طبعا كل الإعازات الخاصة بالأرثمتيك بأنه هي تتعامل ويامن ويا accumulator. فمن نقول له add register فرضا قلت بأنه add b، شنو معناها؟ معناها راح ياخذ محتوى b يجمعه ويامن تلقائيا ويا accumulator. فهنا بهاي الإعازات ماكو إعاز بأنه تجمع b ويامن ويا c أو b ويا d بصورة مباشرة، نقول له add b ويا d، لا، لازم بانه واحد من الريجسترات واحد يعني تنقل محتويات واحد من الريجسترات اما للاكيوميليتر وبعدين تجمع ويا الريجستر الاخر، الاكيوميليتر ويا الريجستر الاخر. فطبعا هنا بالامثله راح تكون اوضح بانه اللي هو وظيفته الرئيسيه اد ريجستر تو اكيوميليتر، يعني يضيف محتويات ريجستر الى محتويات اكيوميليتر، اللي هو شلون هسه هنا بالمثال هنا معطيك اياها مفصل لكم اياها، بانه ياخذ محتوى الاي، شنو موجود بالاي؟ يجمعه ويامن ويا الريجستر اللي انا كتبه ويا الاد. فكتبت اد بي راح ياخذ محتوى الاي ويا محتوى البي. النتيجه وين يودي لياها؟ النتيجه يخلي لياها بالاي. فهذا بالنسبه لمن الاعاز الاول. اللي هو شنو؟ ذا كونتنت اوف ذا ريجستر ار، يعني الار طبعا ممكن بي سي دي اي اتش ال اي واحد من الريجسترات، فيقول لي محتويات الريجستر ار اللي هو تضاف إلمن إلى محتويات الريجستر الأكيوميليتر أي اللي هو الأكيوميليتر. النتيجة ما راح تكون السمشن، الجمع ما راح يكون، راح يكون بليس إن ذا أكيوميليتر، يعني تكون نتيجة بالأكيوميليتر. فلازم طلابنا تعرفون بأنه ناتج أو النتيجة الخاصة بعمليات الأرثمتيك جروب اللي هي تكون وين؟ بالأكيوميليتر. دائما عملية الجمع وعملية الطرح او اي عملية اخرى خاصة بما بالارثمتيك تكون شنو هنا؟ ويا الاكيوميليتر تتعامل. فنجي اما هنا هذا بالنسبة للعاز الاول. العاز الثاني اللي هو الاد ام، الام احنا قلنا بانه هو الميموري، فبنكتب ام يعني معناها احتاج شنو احدد؟ لازم احتاج احدد يا موقع بالذاكرة. فخلينا نجي بالبداية، هو الاد ام شنو هو؟ الاد ام اللي هو add memory، يعني يضيف لي محتويات موقع بالذاكرة من الاكيوميليتر، حتى لو تعامل بالاكيوميليتر، يعني تقدر تجمع register ويا register وتقدر تجمع محتويات memory ويا من ويا register. فايش يصير هنا؟ راح ياخذ محتويات ال A يجمعها ويا من ويا محتويات موقع بالذاكرة. هذا الموقع عنوانه وين موجود؟ موجود بال H وال R. فهنا شرح لكم اياه بانه the content of the memory location address by h and l اللي هو محتويات موقع عنوان موقع ذاكره، محتويات موقع ذاكره، محتويات موقع ذاكره اللي عنوانه وين؟ هذا موقع الذاكره له عنوان، بس وين موجود عنوانه؟ موجود بال h وال r. is added اللي هو وين ينضاف؟ الكونتنت اوف ذا accumulator لل a. النتيجة كذلك وين تكون؟ راح تكون بأكيوميليتر.
فالاد ام يعني معناها يجمع لي موقع ذاكره مع ميل محتاج موقع ذاكره مع الاكيوميتر. اد سي اللي هو شنو هذا؟ اد سي اللي هو معناه اد ريجستر وذ كيري تو اكيوميتر، يعني يضيف لي او يجمع لي محتويات اكيوميتر، ياخذ محتويات الاكيوميتر زائد محتويات الريجستر، يا ريجستر كتبه هنا مثلا تريد تجمع البي ويا السي، لازم السي لازم تخليه بالاي وبعدين قل له اد سي المن للبي. فشنو هنا؟ ياخذ محتويات ريجستر الاي الاكيوميتر يجمعها ويا من؟ ويا محتويات الريجستر اللي هو يا ريجستر تحدده هنا أنا. زائد الكاري وين خلي النتيجة مالتهم ذني؟ خليها بالاي. شوف هذا اللي عاز تقريبا هو نفس هذا، بس العفو نفس هذا بس الاول نفس الاول، بس شنو الفرق هنا؟ هذا يجمع اي ريجستر، هذا شو اسمه؟ يجمع الاي ريجستر والكاري، يعني يجمع الريجستر والكاري تو اكيوميتر، يعني ياخذ محتويات الريجستر واذا اكو كاري هم ياخذه وين؟ يخليه بالاكيوميتر. زين اللي هو شنو هنا؟ أنا اكو عندي اي دي سي ام كذلك، هذا يتعامل ويا من؟ يتعامل ويا ريجستر، هذا اللي عاز، هذا يتعامل ويا من؟ ويا ميموري. نفس الحاله الاد اكو ويا ريجستر واكو ويا ميموري. اي دي سي ام، اي دي سي اللي هو شنو؟ ميموري اللي هو يجمع لي الميموري محتويات موقع ذاكره وذ كيري مع شنو هنا؟ مع الكيري للاكيوميتر اللي هو مثل ما انطقكم اياه، ياخذ محتويات الاكيوميتر وموقع ذاكره والكيري. وين يخلي اياها ذني كليتين يجمعهن؟ يخليه النتيجه بالاي. زين ADI اللي شنو هذا؟ داتا. شلون عندي MVI؟ قلنا بانه ال MVI شو يسوي هنا؟ اللي هو اللي هو موف ايميديت، اللي هو اذا عندي بيانات معينه اريد اخليها في ريجستر معين، فشو اسوي هنا؟ اقول له MVI مثلا بالبي 02، راح شو يصير؟ راح ياخذ قيمه 02 يخلي اياها بالبي. فهذا نفس الحاله، هذا add immediate data to accumulator، يعني عندي data اللي هي 0.4 اريد اجمعها ويا من؟ ويا الاكيوميتر. فش اكتب له؟ اكتب له ADI 0.4. راح ايش يصير؟ راح ياخذ محتويات الاكيوميتر. شنو به الاكيوميتر؟ يجمعها ويا من؟ ويا 0.4 اللي هي الداتا. وهذا the immediate data is added، يعني البيانات راح تضاف اما لمحتويات الاكيوميتر. النتيجه وين راح تكون؟ بالاكيوميتر. زين فور اكزامبل اللي هو مثال عليه، مثلا ADI 08 راح شو يصير هنا؟ راح يضيف لي 08 المن الى محتويات الاكيوميتر، والنتيجه ما راح تكون؟ راح تكون بالاكيوميتر. هنا انا عندي اللي هو البرانش كنترول جروب. طبعا البرانش كنترول جروب راح نتطرق قسم من عندهم، اللي هو ذا انستراكشن اوف ذيس جروب اللي هو change the normal sequence of the program. هذه الإعازات أو هاي المجموعة من الإعازات شنو وظيفتها؟ تغير اللي هو التسلسل مال تنفيذ البرنامج، يعني ممكن يريد يتنفذ الخطوة الأولى من برنامج، الخطوة الثانية من برنامج، الخطوة الثالثة والرابعة مالته تتنفذ حسب كونديشن معين. ويا طلابنا يعبرهن ممكن وممكن ينفذهن، فحسب الكونديشن. فنستخدم هي شنو من انواع الاعازات. There are of two types of branch instruction. اكو عندي نوعين من هاي المجموعات، فاكو الاول اللي هو conditional branch instruction والunconditional branch instruction. فنيجي الconditional اللي هو branch instruction اللي هي مشروطات وغير مشروطات. شنو هذه؟ اللي هو ترانسفير الكونديشن اللي هي شو تسوي هنا؟ راح تحول لي البرنامج تو سبيسيفيك ليفل وين سيرتن كونديشن از ساتسفايد. يعني بمعنى اخر مثلا برنامج مكون من 10 خطوات، ممكن من قاعد يتنفذ البرنامج اريده يتحول من الخطوه الثالثه الى الخطوه السابعه اذا تحقق فشرط معين بالخطوه الثالثه. واضح طلابنا؟ فهذا نسميه conditional. ال unconditional branch instruction اللي هو شو يسوي؟ transfer the program to the specified level unconditionally. هذا شو يسوي؟ تنقل البرنامج او تنقل تنفيذ البرنامج الى ليفل معين، الى ليفل معين بس بصوره غير مشروطه، يعني عكس هذا.
اخاف اسالكم بين طلابنا بان الكونديشن بار انستراكشن شو يسوي؟ تنقل البرنامج لوين؟ اللي هو بالسبيسيفيك ليفل بس شنو هنا سيرتين كونديشن ان سيرتين كونديشن لو ان كونديشنالي. فلازم تعرف بانه الكونديشن بار انستراكشن بانه هي تنقل لي الى سبيسيفيك ليفل، والان كونديشن برانش اللي هو شنو هنا تنقل لي الى سبيسيفيك ليفل بس ان كونديشنالي يعني بدون شرط معين. يعني مثلا اللي هو اكزامبل جامب اللي هو ادريس، الجامب ادريس اللي هو ات ترانسفير ذا بروجرام تو ذا سبيسيفيك ليفل ان كونديشنال. فقلنا المثال شنو هو اللي هو جامب ادريس ليبل، يعني اللي عاد سوى جي ام بي اللي هو يقفز لي الى فد ليبل معين انت تحدده بالبرنامج. فهاي راح اقوم بها بالامثله تشوفوها. هنا انا عندي الكونديشنال جامب ادريس ليبل، طبعا ذني اعازات خاصات بمن بالكونديشنال جامب. هاي هنا عندي الكول ادريس ليبل اللي هو استدعاء، وعندي هنا الكونديشنال كول ادريس ليبل اللي هنا الاستدعاء المشروط، والريتيرن سب روتين اللي هو الرجوع يوديك من برنامج فرعي ثاني واللي هو كونديشنال ريتيرن، والريستارت انستركشن. هذا اللي كان راح اقسم على المطلقين، بس اللي اهم شيء عندي اللي هي كونديشنال جامب. اول واحد اللي هو جامب وذ زيرو وتعطي ادريس ليبل، يعني تعطي مثلا جي زيت مثلا لوب، جي زيت مثلا علي، جي زيت يعني اي ليبل او جي زيت اي 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 وتحدد بيا خطوه الاي اي اي. فهاي شو يسوي؟ اللي اريد عندكم حاليا فهاي المحاضره بانه فقط تعرف لي كل واحد من ذني الاعازات يشتغل، بالامثله راح تكون اوضح يعني بالامثله نستخدمها، كل واحد من ذني الاعازات تعرف شنو وظيفته. فالجي زيت ادريس اللي هو جامب اف ذا ريزلت از زيرو، يعني شنو معناها؟ معناها راح يقفز لي اذا كان الزيرو فلاك شنو يكون مفعل، اذا مفعل شنو معناها؟ معناها النتيجه صفر، ما اخر عمليه رياضيه او اخر عمليه حسابيه. هذا الجاي الجاب نو زيرو وتعطيه فد ليبل معين، هذا شو يسوي هنا؟ هذا يقفز الى خطوه معينه، يقفز الى خطوه معينه if the result is not zero. شنو معنى امتى تكون الريزلت نوت زيرو؟ يعني النتيجه العمليه الحسابيه امتى تكون مو صفر؟ الزيرو فلاج، الزيرو فلاج اذا كان ما مفعل معناها ان ناتج عمليه حسابيه هو مو صفر. فهذا يعتمد على من؟ على ناتج عمليه حسابيه او يعتمد على من؟ على الزيرو فلاج. فذني خاصات بالزيرو فلاج الجي سي والجي ان سي اللي هو يقفز اذا كان الكاري فلاج، اذا اكو كاري يعني امتى يكون اكو كاري؟ اذا كان الكاري فلاج اللي هو شنو هنا يكون مفعل. وجي ان سي اللي هو شنو هنا يقفز اذا كان امتى؟ اذا كان ماكو كاري عندي. فشلون يعرف ماكو كاري عندي؟ روح يشيك الكاري فلاج هل هو واحد لو صفر؟ فاذا ماكو كاري معناها هو مفعل، اذا كان صفر يعني معناها ماكو كاري. واضح طلابنا؟ هذا بالنسبه لمن؟ اللي عازاته خاصه بمن؟ الجي بي والجي ام. الجي ام اللي هو شنو يشتغل عليه من؟ على الساين فلاج اللي هو شنو هنا؟ اذا كانت النتيجه مو بلس، وهنا أنا يقفز اذا كانت النتيجه ماينس. طبعا البلس والماينس اللي هو شنو هنا راح يشيكها والساين فلاج اللي هو اذا الساين فلاج صفر معناها ناتج عمليه حسابيه هو موجب، واذا كان واحد معناها ناتج عمليه حسابيه هو ماينس يعني سالب. الجي بي اي والجي بي او، جي بي اي اللي هو شنو يتعامل وياه من ذني يتعامل ويا البارتي فلاج، البارتي فلاج اللي وظيفته شنو قلنا؟ وظيفته بانه يشيك لي بانه هل هو ايفن النتيجه العمليه الحسابيه لو اوت، هل هو زوجي لو فردي. فجي بي اي اللي هو يقفز اذا كانت ناتج عمليه حسابيه هو ايفن، وهنا يقفز اذا كان ناتج عمليه حسابيه هو اوت. ها بالنسبه لمن؟ الكونديشنال جامب ادريس ليبل اللي هو الجامب المشروط. طبعا call address label اللي هو use in unconditional branch instruction يستخدم to call subroutine، يستخدم من هنا لاستدعاء البرامج الفرعية before control is transferred to the subroutine. زين the content of the program counter is saved in the stack. احنا طبعا المنهج ده باعتبار احنا ناخذ 885 و 886 انا راح اتطرق تقريبا راح اركز لكم على ذني conditional تعرفون لان ذني ما بيهن شيء.
الكونديشنال كول اكو سي سي واكو سي ان سي وسي زد وسي ان زد. هذني راح نتطرق لهم في حاله بانه محتاجين اذا كان بدا البرنامج بنحتاجين هيش نوع من البرامج اللي عندنا اذا احتاجين هيش نوع من العزلات راح نشرحها انه وحده او اثنين معتين. فانت بس تعرف واحد معتين او اثنين اللي هو راح تقدر تطبقه على باقي اللي عازات. فكمثال هنا اللي هو شو يسوي هذا يروح يستدعي لي سبروتين اذا الكاريستات ياس واحد يعني اذا اكو كيري معناها هذا يستدعي لي سبروتين يعني اللي هنا ما يستدعى ذلك كلهم كول استدعاء في برنامج فرعي يعني عندي برنامجين برنامج رئيسي وبرنامج فرعي. فممكن تريد تستدعى في برنامج فرعي تقدر تستدعي بداخل برنامج رئيسي سي ان سي هذا يمتى اريد استدعي اذا كان مثلا الكاري فلاك مثلا ماكو كاري يعني ما يعني اذا نرجع من الحسابيه ما بيها كاري اللي يستدعي هذا البرنامج. فمثلا نستخدم هيك نوع من الاعازات يعني اذا تريد تجري عمليه طبعا بالبرامج راح تكون اوضح. بالاضافه الى ذلك الكونديشنال ريتيرنز نفس الحاله هم طبعا ذني كلهن يعتمدن عليه من على الفلاقات على حاله الفلاقات. فقسم معتين راح نتطرق لهم فقط اللي نحتاجهن او اكو امثله عليهن اللي عندنا تكوها بالمنهج احنا ما نقدر نغطي كليتين. فأنا راح أعطيكم على كل موضوع اللي أعطيكم إعازة برنامج أو برنامجين عمود تعرف شلون تستخدم هيش نوع من الإعازات. وإلا العمليات مال الإعازات تعتمد عليها من الفاكشن مالتها تعرف حسب استخدام يعني شنو تريد تستدعي مثلا يمتى تريد تستدعي أو شنو عملية تريد تجريها تعتمد على الفكرة مال البرنامج على مود تستخدم الإعازة المناسب لموجودات الكونديشنال ريتيرنز أو بالريستارت أو بالريتيرن سبروتين. هاي بالنسبة من للبرانش اللي هو أرجع وأركز على ذني اللي أكثر شيء راح نستخدم ذني وممكن نستخدم الكونديشن كول. فذني نوعين مهمات ولازم تعرفون حاليا فقط أريد منكم تعرف بين الوظيفة ما كل إعازة إعاز ويا من يتعامل على مود بعدين من نجي ناخذ البرامج تعرف تستخدمها. طبعا الحد هنا أنا أعتقد نتوقف بالنسبة لمن الأتمت الجروب بالإضافة للبرانش جروب البرانش كونديشن جروب أخذناها وبهذا الجزء. فنجي بالمحاضرة الجاية أو المحاضرة التالية راح تكون نتطرق كم تمرين موجود عندكم وقسم من التمارين راح أخليها عليكم واجب بيتي اللي هو لازم أنتم تعرف لازم تحاول بأنه تحل التمارين يعني إذا قلنا أنا أشرح لكم إياها راح ما تستفاد. فأنت لازم بانه تحاول شلون تكتب برنامج بايدك بدون يعني ما تستخدم المحاضرات او استخدم اذا تريد تستخدم اعاز عادي بس المهم فكره تسلسل خطوات جدا مهم بانه انت تفكر به يعني هو كل برنامج راح بيكون فكره. طبعا اشكركم واتمنى معكم بانه يعني تسجلون التساؤلات اللي عندكم او شيء مثلا ما فاهمي او ما واضحكم بالمحاضره عمود نتناقش به بالجروب الخاص بالمناقشات وبالوقت المحدد بالمناقشه. شكرا جزيلا واتمنى الصحه والعافيه للجميع.